مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم موضوعنا فيما يخص السيد هذاك اللي قاعدين نشوف فيه في التصويرة اللي تبلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، لكن هو قال عكس كلام هذاك، قال اللي رئيس الجمهورية هو اللي تبلى عليه، وقال انه زاد الرئيس يعمل في خطابات سياسية في الجامعة واللي شيء ذا يمثل مش منه. لكن اليوم حسب الأخبار اللي تداولت واللي تطورت انه السيد هذاك تم إيقافه، اي نعم، في نهارتها ما توقفش خاطر العباد معناها طلبوا من الامنيين انه يسيبوه، لكن الامن ما نساهاش الحكايه واستدعاه باش يحقق معاه الاسباب بتبيع الناس كل تعرفوها باش يثبتوا ويشوفوا شنو الحكايه، خاطر السيد مبعوث اكيد من النهضه وهو يخدم في حزب النهضه باش يحقق معاه يشوفوا شنو اللي صار شنو اللي ما صار شنو عنده وشنو ما عندوش بالضبط، وين يحب يوصل خرج يحب يشوه صوره الرئيس، كيما نجم تكون ثم برشا مواضيع اخرى ينجم يخرجوها منه. نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.